الناس اللاعب روح على الناس عشان هتلاقي العربيه والدنيا صح يا مصر. احنا بنحب شعبنا وبنحب وطننا. نحن نقول للعالم كله ان مصر بلد الحضاره. دلوقتي ما انت الدنيا عمالين ياخدوه وينقلوا غلط هناك. معلش يا اسطى، انت مصري يا اسطى. الله يبارك لك. انت مصري. طب يا عم في ايه؟